عرفينا كده بنفسك. روجينا مجدي. عالي صوتك شويه. روجينا مجدي 1090 شمس. انت بتشتغلي ايه على العربيه دي؟ يعني بتسوقيها؟ بتعملي بيها ايه يعني؟ او بوصل الناس هنا لحد البيت الاخرانيه. اوكي، انت تبع وزاره التضامن، متطوعه ضمن المتطوعين وكده. لك انت متطوعه للسواقه اصلا ولا ما كانش في دماغك؟ لا لا عادي، وكان في فانكشن كتير وهنا اتكلمنا. اوكي، الناس بيقولوا لك ايه لما بيشوفوكي راكبه العربيه دي؟ في ناس بتتفاجئ ان انا بسوق، في ناس عادي، في ناس بتبقى خايفه عشان انا ست بسوق. لكن في ناس بتبقى اكيد معجبه يعني ان انت اللي سايقه وكده. طيب انت عندك كام سنه؟ 22. اكيد في الجامعه صح؟ بتدرسي ايه؟ ثالثه. سنه ثالثه بتدرسي ايه؟ 1090 شمس. 1090 شمس انجلش. شطوره، احنا مبسوطين قوي ان احنا نتصور معاكي. باي هير نيوز. باي باي.